أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الأخطاء التي تكثر من الإخوة والأخوات الحجاج والمعتمرين في مناسك الحج وعدم تفقههم في ذلك، لعل لكم توجيه لهم يا شيخ. نعم، هذا من التقصير في تفقه أمور الحج، مع أن أمور الحج ولله الحمد الفقهية ميسرة مكتوبة في مناسك مختصرة، رسائل صغيرة بإمكان الحاج أنه يقرأها في وقت قصير ويتأملها ويسأل عما أشكل عليه حتى يكون على بصيرة. الناحية الثانية أنه إذا وقع له إشكال أو حصل منه خطأ فعليه أن يبادر بالسؤال لأجل أن يتخلص من ما يجب عليه بسرعة، ولا يؤجل السؤال إلى سنة أو إلى سنتين ثم يسأل بعد ذلك وقد يكون وقع في إحراجات سبب التأخير. فعليه بالمبادرة في السؤال لأهل العلم، ولا يسأل أي أحد، وإنما يسأل أهل العلم المعروفين الموثوق بعلمهم. نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.